رقص باسم يوسف مع متسابقة على مسرح Arabs Got Talent يتصدر، معلومات عنها والجمهور يتفاعل معها. في حاجات جديدة بتحصل، بنحضر حاجات بس أنا ما أقدرش أتكلم عليها دلوقتي لأن احنا لسه بنفكر إزاي هتطلع بشكل. ظهر الإعلامي المصري باسم يوسف بموهبة جديدة على الهواء، حيث أنه قام بمشاركة فتاة متسابقة في برنامج Arabs Got Talent وتدعى جازمن، ورقص معها رقصة السالسة، وأثار ذلك إعجاب عدد كبير من الجمهور. مات بذنبه. فأنا بقى بصراحة في الآخر السوشيال ميديا فيها الكويس وفيها الوحش، أنت تحاول أنت تركز على شغلك. وفي التفاصيل، تألقت إحدى المتسابقات التي تسمى جازمن والمقيمة في المملكة العربية المتحدة بإظهار موهبتها في رقصة السالسة، وفاجأت المتسابقة باسم يوسف بطلبها منه للصعود معها على مسرح البرنامج ومشاركتها الرقص، وعلى الفور استجاب لها باسم يوسف وأظهر موهبة جديدة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير بالتصفيق والتشجيع. وأشادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان السعودي ناصر القصبي بأداء الإعلامي باسم يوسف ورقصه مع المتسابقة بشكل احترافي. وبجانبه، بعد عرض باسم يوسف والمتسابقة على المسرح، أشعل ثنائي جازمن وآرون مسرح Arabs Got Talent من خلال استعراض رقصتهما معها التي يشاركان بها خلال البرنامج، ونالوا إعجاب لجنة تحكيم البرنامج بإجماع الأصوات وتصفيق الجمهور لهم. وفي سياق آخر، تصدر اسم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما انهارت بالبكاء على الهواء بسبب متسابق خلال الحلقة الثالثة من برنامج Arabs Got Talent. وكانت قد شهدت الحلقة الثالثة من البرنامج لحظات مؤثرة، وعلى رأسها دخول نجوى كرم في نوبة بكاء وتأثرها للغاية بسبب متسابق صمم عرضاً إهداء لوالدته الراحلة، وعبر عن حبه لها من خلال عرض مؤثر على المسرح، وهو ما تسبب في انهيار دموع نجوى كرم. وسألها ناصر القصبي عن سر تأثرها الشديد، فأخبرته أنها تأثرت لأنها تعرف هذا الشعور وتعرف أهمية الأم في حياة أي شخص، وقالت: لأني بعرف إنه الأم غالية بصراحة. ونشرت الفنانة نجوى كرم العديد من الصور الجديدة من كواليس تصوير الحلقة الثالثة من البرنامج، وقالت في تعليق لها قبل عرض الحلقة: قبل الأضواء هناك عمل شاق والكثير من المرح. وطلبت رأي الجمهور في إطلالاتها المتنوعة في الحلقات الثلاثة الأولى من البرنامج، كما شاركت مقطع لها مع الفنان ناصر القصبي من البرنامج، وأشادت بالروح المرحة التي تجمعهما في البرنامج، وقالت: مع ناصر القصبي ضحكي دايما حاضرة. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.